السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، بيما بريفونسيور ديال معكم كالمعتاد. إخوتي الكرام، إخوتي الدراجين، بالدراجة حتى نسير بكل راحة وأمان، يوجد طريقة ونوع خاص في القيادة، وهي مستعملة من طرف العديد من الدراجين أو كل الدراجين المحترفين، ما يسمى المسار السلامة. في الطريق المستقيم يا إخوتي نسير على استقامة محكمة، ولكن في المنعرج يجب اتخاذ عدة ردود وأفعال مناسبة. أولتها يجب على الدراج التخفيض من سرعته قبل المنعرج، وهذا مهم جدا. ثانيا، إذا كان المنعرج على اليمين يجب علينا الاقتراب من الخط الأبيض أو الأصفر حسب البلد المتواجد فيه الدراج، وإذا كان المنعرج على اليسار يجب علينا البقاء من الجهة اليمنى وأخذ أقصى اليمين. وفي جميع الأحوال يجب علينا الإبصار إلى أبعد نقطة ممكنة حتى نرى جيدا المنعرج، وبعد ذلك نسترجع سرعتنا العادية تدريجيا وتوقعنا تدريجيا على الطريق. بيان مبرمون سيورتيار، أتمنى لكم طريق سلامة للجميع. سلام.